دول المذنبين، دول المتهمين اللي عملوا المصيبة اللي بوظوا البشرية. لما يتنمروا على حد عشان لونه، أو يتنمروا على حد منزل صورة بناته زي شريف منير ومحمد رمضان ابنه الأسمراني زيه، فأنا من وجهة نظري إن دي حاجة غير أخلاقية بالمرة. تنمر مش سلوك أخلاقي خالص أساسا، بس فيعني لا ما يصحش طبعا. والله كل واحد ليه رأيه، بس أنا ما أقدرش أقول رأيي لو فيه وقاحة، أو بمعنى أصح إن رأيي هيضايق الآخرين ما أقولوش. يعني فأقول رأيي لو هجاملك مثلا أقول حاجة كويسة، طالع أنا كفنان أو أنا كابني هوريه للناس، ما أخليش الناس تقول عليه كلمة وحشة. لو أنا متقبل رأي الناس كله هنزل الصورة فعلا، بس برضو مش لدرجة التنمر على اللون أو على خلقة ربنا من الآخر زي ما بيقولوا. هم أطفال وبعدين دول بشر زينا زيهم، ويعني ممكن كلمة بسيطة زي دي تزعلهم وتجرحهم، ملهاش لازمة. ما يصحش، علشان ده برضو إنسان، هو ذنبه إن هو فنان ومشهور، لكن هو ما يصحش اللي حصل ده كله من المجتمع وكده. يعني إيه، ما أسمر مش أسمر، أبيض، ده كل ده حاجة بتاع ربنا، وكل ده أنا كلنا يعني مخلوقين من عند ربنا، ما فيش أي حاجة. يعني مش مع فكرة التنمر خالص، بس موضوع محمد رمضان دوت أعتقد إن هو عرف يدافع عن ابنه كويس، لما خدها من حتة ان مصر كلها اصلها اسمر واسمر فبشرته بتاع كل ده، يعني اعتقد انه عارف يجيب حق ابنه. والله يا حاجة مش كويسة خالص، بعدين احنا في الاول وفي الاخر كلنا بشر، فيعني ما ينفعش، طريقة مش كويسة خالص. ومحمد رمضان يعني انا متحفز على اعماله، بس في الاول وفي الاخر ده بني ادم، فما ينفعش ان الكلام ده يحصل. يعني شايف ان السمار ده من حاجه من جمال او حاجه زي كده، فاللي بيقول كده ممكن يكون بينتقد هو اصلا، او البنت اللي اتريقت على محمد رمضان ورد عليها ممكن هي نفسها تحب السمر، بس هو لاجل الهزار او لاجل التفاهه. يعني هي حاجه رخمه، يعني بالذات ان انا كمان سمره، فشايفه ان دي حاجه رزله قوي، يعني مش هتفرق ما بين لون ولون. يعني بعدين السمار مش نص الجمال، السمار الجمال كله، وشايفه ان انا مبسوطه كمان ان انا سمره، ودي حاجه حلوه. ارفضها طبعا رفضا كامل، يعني طبعا دي حاجات شخصية وحاجات ما يصحش ان تتقال، وده فنان محترم وولاده محترمين وكل حاجة، طول عمره محترم ما فيش اي حاجة، ومفروض الكلام ده ما يحصلش في الرأي العام. يعني اطفال يا جماعة، ايه المغري في الموضوع؟ حد نزل صور بناته ايا كان بقى، مغرية مش مغرية، كويسة مش كويسة، دي حاجة ترجع له هو. انا عندي كومنت مثلا كويس هقوله بقوله، ما عنديش خلاص، ما بلاش احرج حد. الناس اللي بتنمروا الناس دماغها تعبانة، ما وراش حاجة، ما فيش حاجة شغلها انها تعملها، فما بتفكرش الا في كده. يعني اشوفه بانه ناقص، يعني انا ناقص من جوايا، فعايز اقلل من الشخص اللي قدامي ده عشان ابين عيوبه، وابقى باين ان انا دمي خفيف، فانا عايز اتريق عليه عشان ابين ان هو وحش وانا اللي حلو. فاضيين، مش لاقيين حاجة يعملوها، الناس فاضية بس. ما اقول ايه يعني، ناس قليلة ذوق، الناس ما عندهاش عقل، الناس مش مدركة هي بتقول ايه كده. واجه بالقانون الناس هتسكت، بس ملاش قضية. ليه قضية قصف وسب مثلا؟ مش اكتر، ممكن اطلع التارية بس مش تمشي، فبرضه مش تعرف تسكت الشعب في قصة التنمر دي. الناس نوجه رسالة للناس كلها، نقولها تقول رأيك باحترام ونتقبله، تقول رأيك من غير احترام مش هنتقبله. ما نركز مع بني ادمين اصلا، ما لناش دعوة، اللي يقول يقول واللي ما يقولش ما يقولش، ما دام انت شايف نفسك صح وواثق من نفسك خلاص. انا وجهه بالثقافه بقى بتاع الناس، الثقافه بتاع الناس والمعرفه بتاع الناس. لو كل واحد يركز في مستقبله ويركز في نفسه الدنيا هتمشي حلو. كل واحد يبقى عنده وعي يخليه في حاله، وان ما حدش يحكم على حد. انا احب نفسي واقتنع بنفسي، ومليش دعوه بكومنتات الناس ولا تعليق الناس عليا. دي حاجه في عقل الناس، ف هي عايزه وعي من الناس عشان نعرف نواجهه.